الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات. الله مساءكم مشاهدينا، أهلا بكم في النشرة الجوية الخاصة بأمسية اليوم ونهار الغد، سابع يوم من شهر أفريل 2017. نستهلها بدرجات الحرارة المتوقعة والخاصة بهذه الأمسية بحول إذن نجهد ما بين 7 و9 درجات بالمناطق الساحلية والقريبة منها، 3 بالمرتفعات الغربية والمرتفعات الوسطى، ترتفع بدرجة واحدة على الأكثر بمنطقة تبسة وخنشلة، 17 درجة على تندوف، 13 درجة بشمال الصحراء، 18 درجة بالصحراء الوسطى، وفي الأخير بين 20 و 23 درجة بين مرتفعات الهوكر والتسيري وأقصى الجنوب الجزائري. وعن أحوال الطقس المتوقعة والخاصة بصبيحة الغد بحول إذن دائما مع الاضطرابات الجوية كما سبق وذكرنا سابقا، إذن أمطار خفيفة تخص المناطق الشرقية والمناطق الوسطى من الوطن، تكون مرفوقة برياح تكون باردة نسبيا. بالجنوب الكبير سحب كثيفة وغيوم تخص شمال الصحراء مع أجواء غائمة وممطرة نسبيا بمرتفعات الهوكر والتسيري. نشهد أيضا تطاير للربال بكل من الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي من الوطن وكذا أقصى الجنوب الجزائري. من أحوال الطقس نمر مباشرة إلى درجات الحرارة المتوقعة والخاصة بظهيرة الغد بحول إذن نسجل 16 درجة بكل من السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، نفس المقياس بالجلفة والأغواط، 20 درجة على السواحل الغربية، 17 درجة بالمرتفعات الغربية، 24 درجة بشمال الصحراء، 26 درجة بمنطقة الثورة، 32 درجة بالصحراء الوسطى حتى بمرتفعات الهوكر والتسيري، وفي الأخير 40 درجة نسجلها كأعلى مقياس ببرج باجي مختار وعين قزام. للملاحة والصيد البحري مشاهدينا، البحر سوف يكون نوعا ما جميل إلى قليل الاضطراب بالشواطئ الوسطى والشواطئ الشرقية، يكون هذا تحت تأثير رياح تكون شمالية غربية سرعتها لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة، بينما يكون البحر نوعا ما قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشواطئ الغربية، يكون هذا تحت تأثير رياح تكون شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 30 و40 كيلومتر في الساعة. ختام النشرة يكون كالعادة بمواقيت شروق وغروب الشمس الخاصة بالجزائر العاصمة والبعض من ضواحيها. شروق الشمس سوف يكون بإذنه تعالى بتمام 6:25 فيما الغروب سوف يكون بتمام 7:15. لأكثر تفاصيل يمكنكم التواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة وكذا مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. كل هذا بإذنه تعالى، شكرا للمتابعة في أمان الله. الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات.